بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفاري، يحييكم في مقطع جديد من مقاطع التعلم مع جمال. طبعا هذه الوحدة هيلتون صيني، تكلمت عنها سابقا. وضعتها في مخزن مساحته 5x3، مخزن ثلاجات ومواد غذائية. طبعا المخزن هذا فيه بانل أو ساندويتش بانل فوق ألمنيوم، من تحت حديد، وبينهم فوم تقريبا 7 سنتي، تقريبا يعني 7 سنتي. هذا المخزن استخدمه، حط فيه أغراضي أو أغراض المنزل. طبعا أيضا فيه في المشاهدون ثلاجات وغسالات. طبعا الهدف من هذا المقطع أني وضعت درجة الحرارة على هذا الجهاز على 20، وضعتها على 20. طبعا هذه الوحدة ما تبند داخل المخزن، طبعا مشغل انها صار لها اسبوع كامل ما تبند. فالحين وضعتها على 20 قبل ساعة ونص، وراح اشوف برودة الغرفة زين على درجة 20. راح اشوف برودة الغرفة هذه او المخزن على درجة 20. طبعا هذا المقياس زين معطيني 18. زين نشوف هذا ايضا المقياس كم راح يعطيني. اعطاني 17. زين اوكي. وايضا نشوف هذا المقياس كم راح يعطيني، 17 درجتين. وايضا هذا المقياس راح اشوف كم راح يعطيني، 18. اذا يعني كلهم تقريبا ما بين 17 وال 18. شو اللي راح اسويه انا الحين؟ ايضا راح اقيس برودة الهواء. خليني اشوف برودة الهواء هني. طبعا هذا مسافة تقريبا 1 2 3 4 تقريبا 160 متر ونص تقريبا. هذا الظهر الحين ساعة تقريبا 1 يوم الجمعة، الموافقة تقريبا 4 الظهر. زين زين الحين ان شاء الله راح اغير الريموت هذا، راح اوضعه على 22 لان الجو الحين استوى بارد او بدا يبرد، يعني راح احطه على 22. ما قلنا لك 22، الحين خليته 22. راح اترك لمدة يوم كامل، وايضا في نفس الوقت نفس الساعة ان شاء الله اذا الله اراد وتوفقنا، راح اقيس ايضا القياسات او درجات الحرارة. زين راح اشوف كم راح تكون الحرارة هذه، هل راح مثلا تنزل المستوى هذا مثل مستوى مثلا 20 22 21، بشوف. اوكي ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. طبعا بعضهم يسال شو الهدف من هذا المقطع، راح اشوف يعني هل ممكن راح اوصل لدرجه حراره مناسبه يعني تقريبا 22 24، وراح اوفر في الكهرباء لان الحين نحن داخلين على الشتاء، فالشتاء ما يحتاج انك تخليه على 20، حاول انك تنزله 22 24. راح اشوف صراحة هل في فرق كبير مثلا بين هذه الدرجات او لا. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.